إذن مشاهدينا الكرام، وللعودة للحديث عن الاعتداء البربري الذي تعرض له الذي تعرضت له الجالية الصحراوية بساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية، وللحديث عن هذا الموضوع نربط الاتصال برئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن الدكتور غالي زبير بباريس عبر خدمة سكايب. أهلا بكم. أهلا وسهلا. في البداية دكتور غالي زبير، أنتم الآن متواجدون من بالعاصمة الفرنسية، ومن المؤكد أنكم شاركتم في التظاهرة التي نظمتها الجالية الصحراوية هناك المنددة بخرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار وتقاعس الأمم المتحدة وتواطؤ فرنسا. ما هي الرسائل التي أردتم تبليغها إلى الرأي العام الفرنسي وإلى الدولة الفرنسية بشكل عام؟ شكرا جزيلا، مساء الخير على مستمعي ومشاهدي التلفزة الوطنية الصحراوية. كما هو معلوم، يوم السبت الماضي الجالية الصحراوية في باريس وفي فرنسا بصورة عامة قامت بمظاهرة كبيرة شاركت فيها جمعيات الجالية الصحراوية والجمعيات المتضامنة مع القضية الصحراوية من أجل إيصال صوت الشعب الصحراوي إلى الرأي العام الفرنسي. هذه الرسالة تحمل تضامن مع مقاتلي جيش تحرير الشعب الصحراوي ومع الجماهير الصحراوية في الأراضي المحتلة، وتؤكد أن الشعب الصحراوي في جميع نقاط تواجده يقف وقفة رجل واحد من أجل استرداد الكرامة وإرسال رسالة إلى العالم كله بأن الشعب الصحراوي في قد دخل في مرحلة جديدة منذ 13 نوفمبر، لأنه ما قبل 13 نوفمبر يختلف تماما عن ما بعد 13 نوفمبر. نعم، إذن تعرض المتظاهرون كما قل بساحة الجمهورية بالعاصمة باريس إلى اعتداء بلطجي من قبل رجال المخابرات المغربية. كيف تعاملتم مع هذا الاعتداء، وهل تفكرون في فعل قانوني تجاه هذا الاعتداء؟ لا شك على أنه الاحتلال المغربي لم يتعود على أن يسمح للصحراويين بالتعبير عن رغباتهم وعن إرادتهم وعن صوتهم كما هو مشاهد في الأراضي المحتلة، لكن الآن الشعب الصحراوي يوصل رسالته بجميع عواصم العالم. هذا الاعتداء البلطجي الهمجي الذي نظمته المخابرات المغربية من خلال بعض الشوفينيين وبعض البلطجية أعطى نتائج عكسية، حيث أن الشرطة الفرنسية صرحت بأن المظاهرة الصحراوية هي الوحيدة المرخصة. أعتقد أن جمعيات الجالية الصحراوية في فرنسا التي تنشط في إطار القانون الفرنسي ستتولى الإجراءات القانونية التي تسمح بالدفاع عن المتظاهرين الصحراويين وبالدفاع عن حرية التعبير التي تضمنه القوانين الفرنسية. إذن هذا العمل البلطجي هو عمل مدان من طرف القانون الفرنسي ومن طرف القوانين الدولية، لأنه يأتي خرق لكل الأعراف المتعود عليها في مثل هذه الأنشطة. إذن ذكرت أن التظاهرة كانت مرخصة بشكل قانوني، كيف تقرؤون غياب الشرطة الفرنسية عن هذا الحدث؟ الشرطة الفرنسية كانت حاضرة حضور يعني رمزي، لأنه عادة كل العالم يتظاهر ويعبر عن رسائله ويعبر عن مواقفه بصورة سلمية، لكن البلطجية المغربية التي اقتحمت هذه التظاهرة كانت ربما عنصر مفاجئ بالنسبة للشرطة الفرنسية، لأنه الصحراويين مرخصون وليست المرة الأولى التي يتظاهرون فيها بصورة سلمية. ربما كان عنصر غير متوقع، لأن فرنسا بلد فيه هامش كبير من حرية التعبير وقل ما تحدث حوادث من هذا النوع، على الرغم من أن هناك بعض الأصوات التحريضية التي قامت بإرسال رسائل للتحريض والعنف قبل هذه التظاهرة، وترسل الآن رسائل عنف وتهديد أيضا ضد التظاهرة التي يسمع قيام بها في مدينة نانت وكذلك في مدينة بروكسل. نعم، إذن بعد يوم 13 من نوفمبر دخلت القضية الوطنية مسارا جديدا وآخر، كيف تقيم الهيئة المرحلة الجديدة في موضوع الثروات طبعا؟ نعتقد أن هذه المرحلة الجديدة في تاريخ الشعب الصحراوي هي مرحلة
يعني مختلفة تماما بجميع المقاييس عن المرحلة السابقة لها. كل الجهود الحالية موجهة لكسب رهان الكفاح، لأن الشعب الصحراوي استخلص الدرس وأنه لن يعتمد على أي أحد سوى نفسه من أجل انتزاع حقوقه الوطنية. هذا هو القرار الذي اتخذه الشعب الصحراوي، وأعتقد أن الأيام القادمة ستظهر للعالم أن الوضع مختلف تماما، وأن الشعب الصحراوي مصمم على انتزاع حقوقه بنفسه. فيما يتعلق بملف الثروات الطبيعية والمعركة القانونية مع المحتل المغربي، ما مصير هذه المعركة وكيف ستتعاطى محكمة العدل الأوروبية مع هذا الموضوع؟ هناك كما هو معلوم عدة قضايا مطروحة أمام المحكمة الأوروبية وأمام المحاكم الفرنسية وكذلك أمام محاكم نيوزيلندا. لأن هذه المعركة متواصلة، ولا شك على أنه تجدد الحرب سوف يجعل هناك نقاط جديدة في هذا الملف، باعتبار على أنه إذا كان هناك في السابق قضية نهب الثروة الطبيعية، فهناك يتم الآن عملية استثمار في ظرف حرب، مما يشكل واحدة من جرائم الحرب كما هي معرفة في القانون الدولي. إذا نتوقع أن هذه المعركة تتواصل، وستكون إن شاء الله نتائجها مشجعة في الأيام القادمة. إذا الدكتور غالي زبير، كنت معنا عبر تطبيق سكايب من باريس، شكرا لك على هذه التوضيحات.